قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن عندنا تربية في بيت شعيب أننا لا نخالط الرجال. طيب ليه من الرجال ما يخرجون؟ ما لهم أخ ذكر، ما لهم أخ ابن. وهذه دعوة إلى بعض الأبناء الشباب اللي لهم غطيط تحت الفراش، ويخلي أمه تخرج وتذهب تقضي وتخالط الناس، وهو رجال رجال، لكنه حقيقة عندما ترك برها أو بر أخواته، وبعضهم تروح للطبيب وتحمل طفلها معها وما تدري تحمل عباءتها وتتستر ولا تكشف عن طفلها، وينك يا زوج؟ وينك يا أخ؟ وينك يا ابن؟ لماذا لا تكون مع أمك أو مع أختك؟ لماذا تجعلها وحدها تصارع هذا؟ ليس شكاً فيها، لكن حفظ لحيائها، لأن المرأة في خير ما دامت لا تخاطب الرجال إلا لضرورة. والله يرحم نساءنا قديماً، أمهاتنا وأجداتنا تموت يوم تموت ما خالطت أحد وما عرفت من الرجال إلا ذاك الزوج. حتى الرجال كانوا يقتنعون بالنساء لو قل جمالهن، تدري ليه؟ لأن ما له مغامرات، ولا شاف لها المرأة يوم أن رآها تلك الليلة وتملأ عينه وتملأ قلبه وتملأ فؤاده، لأنه ما غامر. قالتا لا نسقي، ثم بعد ذلك قال حتى يصدر الرعاء، أي لا نذهب لأخذ الماء حتى يبعد الرجال من المكان. طيب يا أحبابي، امرأة تعمل ومتعبانة ومعها غنمها، وقد تتحرز من خلطة الرجال أحيانا، طيب خلها تدخل لتلحق شوي من الماء. مصلحة سقاية الأغنام وهو مال والدهما، مصلحتها لا يمكن أن تقدم في سبيل ضياع حيائها. لو سقت هل ستنقص يدا؟ هل ستنقص رأسا؟ لو سقت بتخرج كما دخلت، لكنها قد ينقص معين الحياء، حتى معين الحياء لا نريده أن ينقص، ولو نقص ماء البئر، ولو نقص ماء البئر، ولو قل الماء للبهائم، يبقى أن المرأة بعيدة عن الرجال في مأمن. بل نحن لا نخشى على المرأة فقط، نخشى على الرجل، ولذلك نقول للرجل الذي يتهاون في خلطتهن، نقول رجولتك تنقص كما إيمانك قد نقص.